اهلا بنات، الوصفه هذه يمكن قلت لكم عنها وما سويتها، تاخرت معاكم فيها. تنفع غدا، تنفع عشاء. كنتي مستعجله متاخره، عندك مشوار، طلعتي ورجعتي وانتي متاخره وتبين شيء بسرعه بسرعه، وفي نفس الوقت مره لذيذ. في هذه الوصفه انا تعرفوني من الناس اللي احب اسوي الاشياء باللحم الفريش، بس مثلا مستعجله صراحه، انا رجعت اليوم متاخره، وهذه الوصفه تنفع حتى تسوونها عشاء، يعني خاصه جايكم الحين الشتاء وتبون اشياء سريعه خفيفه لعشاء الليل. اخترت سندويشات صغيرة، هنا سادية بنات اللي مكتوب عليه بالتوابل العربية، هذا بيفك لك أزمة. بنستخدمه اليوم، طبعا أنا بسوي اليوم، احنا بس اثنين اليوم، فيعني الكمية بتكون مرة قليلة، عشان كذا شايفين الأشياء اللي مسويتها قليلة. ما تبين مشروم احذفيه، ما تبين فلفل بارد احذفيه. طيب، بحمص ذولا أول شيء، بعدين بعلمكم ايش بسوي بهذا. هذا بنات بقول لكم شيء، انت مستعجله ومتوهقه وتبين تسوي مثلا مكرونه بشاميل وما عندك لحمه مفرومه، لكن عندك مثلا هذا، انا شريت هذه صراحه وكثيره كثيره علينا يعني، فممكن في يوم من الايام ما عندي لحمه مفرومه اطقطقها، ارجع اطقطقها زي ما راح اسوي اليوم زين، واستخدمها للبشاميل. ممكن تستخدمينها زي ما انا راح اسويها اليوم في السندوتشات، ممكن تستخدمينها للسباكيتي عادي يعني. هذا البرجر بنات، راح احاول اني اقطعه كذا عشان اسهل لي، عرفتوا؟ انا لسه ما فك من الثلج، بس على ما اخلص البصل وهالاشياء يكون فك. خليني اكمله كله. بدأنا طبعا نقلي البطاطس عشان يكون كل شيء جاهز. بحط البصل، ودي كذا يتكرمل او ينحمس يعني. نضيف شوية ملح عشان يذبل اسرع. المشروم يحتاج وقت فبضيفها الحين. ريحوا عاد، لا تنشبون. هذولا بس حبتين مشروم على قدنا. اليوم الطبخة تحفة، نسيت شلون أطبخ كميات قليلة. مشروم بنات يحب الفلفل الأسود، فبحط فلفل أسود وسكة ملح على الخضار، بس خلاص ما عاد راح نحط شيء إضافي. الآن ضيفي الفلفل البارد، انا قطعته كذا لان انا ومازن عادي ما عندنا مشكله، تعرفون لو الباقي كان قطعناه نتف نتف، فانا ومازن ما متصالحين يعني مع هذا الوضع. اللي راح اسويه بشيل هذا واحطه هنا في مكانه، بعلمكم ايش بسوي. لحم البرجر بنات كله بنحطه هنا. حاولي انك زي ما تطقطقين اللحمه المفرومه تطقطقينه، تمام يا بنات. طعمه حيل 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 لذيذ، ما تخيلين قديش مره لذيذ. المهم هذا الشيء اللي انا سويته برجعه عليه، لذيذ ما يحتاج اي اضافات ولا شيء، سوى دكتور اموره طيبه. واحمس واحمس. الان فتحنا جبن، فبحط الجبن كذا بغطيه بس تذوب الجبنة، أنا مهدية الحرارة الآن أهدى شيء، على الرغم من تقريبا اثنين، بس تذوب الجبنة ثواني وخلاص خلصت الطبخة. بنات شوفوا منظرها، واي نسيت حطيتها على الفرن، شوفوا منظرها تشوق، شوفوا سهلة سهلة وسريعة، يعني أنا متأكدة لما سويتوها غدا بتسوونها عشاء، بس جيبوا النوع اللي قلت لكم عنه. طبعا هذا حمصوه، بس والله ما عندي وقت، الولد قرب مرة عندي وقت أحمصهم، بس أحلى دهنوها بزبدة وحمصوها، ساعات ما عندي وقت شو أسوي. بس مايونيز، لا تحطون شيء ثاني، ترى التشيلي ستيك بس مايونيز. ذكرت مازن طلب أحط في حقته كاتشب، وأنا قلت له لا، قال لي أنت أصلا دكتاتورية. أنت تحطين الشيء اللي تحبينه، أنت ما أنا ما أحب الكاتشب صراحة، يعني أنا أحبه مخلوط كذا مع، يعني أسوي فيه صوصات، بس إني آكله كذا مثلا مع البطاطس أو في شيء ما أحب. فقال لي انت عشان ما تحبين الكاتشب ما تبي تحطين لنا كاتشب، وعلشان انت تحبين الفاصوليا، هذاك اليوم سويت النودلز حطيتي الفاصوليا واحنا ما نحبها. قلت اي 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 انا دكتاتوريه. خلي اجيب شيء اشيل فيه. شوفوا بنات هذه شيلها كذا، كل واحده بحط فيها اللحم والجبن.
خليني ارتبها. راح تفك لكم ازمه وفي نفس الوقت مره لذيذه لذيذه يا جماعه، ما تتخيلون قديش لذيذه، وما يعني مستحيل احد يتوقع انها من الاشياء المفرزنه او الجاهزه. لذيذه لذيذه لذيذه، شفتوا قديش سهله وسريعه. وزي ما قلت لكم لا تخلونها يعني باستمرار تسوونها، لا يعني متوهقه مستعجله جوع اخر الليل شغلات زي كذا سووها. انا متاكده انكم اليوم بتسوونها عشاء وراح تعجبكم وبالعافيه. لذيذة لذيذة، قال لي انتظريني لين اجي، لا تتغدين عني، انتظريني لين اجي عشان بسولف معاك. هذا هو ده حبيب القلب والروح. حلو، ما يسمعونك ولا يشوفونك، اشرب يا دات ما تشوفونه. قلت حلو، يقول لكم قال حلو لذيذ لذيذ بيعجبكم، جربوه جربوه.